بالطبع تذكرون مسرح الإنجا الأثري في طرابلس الذي تعرض للهدم الكامل في أواخر 2010 في ظل إهمال المسؤولين وصمتهم. مثل مسرح الإنجا الذي لاقى حتفه، هناك مبان تاريخية عديدة مهددة بالزوال في عاصمة الشمال إذا لم تتخذ التدابير اللازمة لمنع ارتكاب جرائم أخرى بحق تراث هذه المدينة العريقة. ما عجزت السلطات اللبنانية عن فعله بادرت إليه الجالية اللبنانية في باريس، حيث توجه فريق MTV لحضور مؤتمر نظمته جمعية المحافظة على تراث طرابلس التي تأسست في فرنسا عام 2009. المؤتمر الذي أقيم بالتعاون مع المجلس الإقليمي لمنطقة إيل دو فرانس تمحور حول إعادة بناء طرابلس القديمة وطموحات الغد من أجل إنقاذ تراث المدينة المملوكية الثانية في العالم بعد القاهرة والتي تضم أكثر من 300 معلم أثري. شرف كبير لنا أنه كان هالشي بتعاون مع السلطات الفرنسية وخاصة ريجون إيل دو فرانس، وهالشي عطانا دعم قوي كتير، وطبعا كانت سهلة، بس الحمد لله أنه مشي الحال. ورغم أنه الطقس كتير عاتل برا، درجة الحرارة 8 تحت الصفر، لقينا كمان أنه إقبال كبير على هالمؤتمر، لأنه بخص مدينة طرابلس ولأنه صارت مدينة طرابلس بنحكى فيها بباريس، وهذا شرف كتير كبير لنا. فخور جدا بالجالية الموجودة في فرنسا لهذا الجهد الكبير، مش لأنه جهد خاص بطرابلس، أي جالية تهتم بوطن لبنان بكل المناطق بكل الفئات، أنا بعتبر هذا محط اعتزاز وثروة لوطننا لبنان. مدينة طرابلس بتستحق من المغترب ومن المقيم كل اهتمام. هلا إذا كان سبق أهل الاغتراب علينا فهذه دلالة خير إنه في الحمد لله ناس بيحبوا البلد برا، ما بدي أقول أكثر من اللي جوا، بس يمكن نعذرهم للجوم يقول مشغولين كتير. بتمنى فعلا نحمل معنا لطرابلس مش بس أفكار، نحمل معنا مشاريع وقرارات من ناس قادرين يساعدونا فيها حتى نحمي آثارنا. في خطوة لافتة أكدت السلطات الفرنسية سعيها للعمل على حماية تراث طرابلس، فيما خلص المؤتمر إلى سلسلة توصيات أهمها إنشاء لجنة متابعة تضم اختصاصيين فرنسيين ولبنانيين تبحث عن مصادر تمويل للقيام بمشاريع باتت حاجة ملحة لعاصمة الشمال.